مستشفى الثورة هو المستشفى المرجعي للناس الموجودين، يستقبل تقريبا كافة المرضى، استقبل حوالي 792 حالة إلى الآن، 157 متوفي اللي نتيجة الحروق 85، اللي نتيجة القصف المباشر والذا 550 شخص اللي بعد من 2015 لحد الآن. أيوة، هذا الخدمات الصحية الموجودة في المرافق. طبعا كما تشاهدوا انه مستوى الخدمات موجود عند الرقم، عند نسبة 55% اللي مستوى الخدمات، لازلنا نطمح الى انه ترتفع الخدمات في الايام القادمة ان شاء الله. الان نتكلم على الوبائيات، الامراض الوبائية، نبدأ بالدفتيريا. طبعا الى الان كم؟ 47 حالة دفتيريا الى الان، كانت الان 10 وفيات في 9 مديريات، اهمها بيت الفقيه اللي سجلت ارقام كبيره، مديريه الحالي سجلت ارقام كبيره، واخيرا الزهره كذلك انضمت لحالات الدفتيريا. هذا يوضح لنا المديريات وعدد الإصابات. لو تشاهدوا الحالي هي الأعلى 18 حالة، بيت الفقيه 14 حالة، وبعدين الحوك بعدها 7 حالات، والزهرة 7 حالات، والباقي كما تروا الحالات متوزعة على كافة حسب المستشفيات التي استقبلت الحالات الدفتيرية. مستشفى الثورة بحكم أنه موجود مركز العزل استقبل أكبر عدد من الحالات اللي هي 31 حالة في هيئة مستشفى. الآن 45 بس الآن هذا الكرف قديم. ينعمل يا دكتور أسبوعي. أسبوعياً. الآن قد تعدل الرقم 40. لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا، قد تعدل الرقم 40 بيت الفقيه. أيوه، عدد الوفيات واضح، بيت الفقيه هي الأعلى. الحالي حالة، الخوخة حالة، المنيرة حالة، الزهرة حالة. طبعا احنا المستشفيات التي تضررت من القصف، مستشفى حيس انضرب مرتين، مستشفى اللحية، وحدة الملاريا في حيس انتهت تماما، مستشفى الثورة تضرر، قسم الأطفال في هيئة مستشفى الثورة، سكن الأطباء كذلك تضرر بشكل جزئي. هذه أهم المرافق التي تضررت. الحقيقة هيئة مستشفى الثورة تعتبر المستشفى المرجعي الوحيد داخل محافظة الحديدة. هيئة مستشفى الثورة طبعا الوضع الطبيعي لها أن تستقبل عدد معين من المترددين، والآن عدد المترددين يفوق 2000 متردد بسبب الحصار والعدوان. الحقيقة عدد النازحين زاد بشكل كبير جدا إلى محافظة الحديدة، اشتد العدوان على تخوم محافظة الحديدة واعتدى على كثير من المديريات، مما زاد من عدد المصابين والجرحى في اعداد المدنيين الواصلين الى هيئه مستشفى الثوره. الحصار سادتي الكرام ادى الى زياده كبيره جدا في اعداد المرضى، بالذات المرضى الوبائيه. الان طبعا نحن في موسم في هيئه مستشفى الثوره، موسم البرد واللي يعتبر شتاء بالنسبه لنا، هناك حالات كثيره ستكون من حالات الملاريا لظهور الفيكتور او الناقل البعوض، كذلك حمى الضنك، الكوليرا، وايضا مما زاد الطين بله بسبب الحصار ظهرت امراض كانت اليمن خاليه منها مثل مرض الدفتيريا. الحقيقه مرض الدفتيريا الان يحصد حالات كثيره من الناس، عدد المترددين او اللي وصلوا الى هيئه مستشفى الثوره يصل عددهم تقريبا الى 47 متردد. اجمالي الوفيات من هؤلاء المترددين 11 متردد، يعني نسبه عاليه جدا من الوفيات. الحقيقة طبعا لولا تدخل بعض المنظمات ووجود الأنتيتوكسين في مرحلة متأخرة لكانت عدد الوفيات أكبر بكثير، لأنه مطار صنعاء مغلق كما تعلمون، والموانئ كذلك، ولم يصل الأنتيتوكسين إلا بعدد قليل جدا، وصلت إلينا 60 جرعة الآن على وشك الانتهاء. تواصلنا بالأخ وكيل وزارة قطاع الخدمات الدكتور عبد العزيز الديلمي، ووعد إن شاء الله تعالى بأنك بقي كمية قليلة سنقوم بالحصول عليها إن شاء الله، قد يكون غدا أو بعد غد.
الحقيقة كل هذه الأمراض ونخاف أيضا من ظهور أمراض جديدة بسبب الحصار، لأنه للأسف الشديد الآن الناس لا تحصل على تحصينات بالشكل المطلوب، كل شيء محاصر. انعدام الكهرباء أدى إلى عدم صلاحية كثير من الأدوية واللقاحات المستخدمة، وإشكالية كبيرة جدا تتهدد اليمن. الوضع الإنساني طبعا، وجود قيادة وزارة الصحة بممثلة بمعالي الأخ الوزير والوكلاء دليل على الوضع الإنساني الاستثنائي داخل محافظة الحديدة. نحن الحقيقة نعاني بشكل كبير جدا، سواء في هيئة مستشفى الثورة على أو بالنسبة للقطاع الصحي بأكمله داخل المحافظة. إذا لم تتدخل المنظمات الإنسانية وإذا لم يقوموا بدورهم الإنساني المتمثل بوجودهم لهذا السبب، فإننا أمام كارثة إنسانية وشيكة. الوضع الإنساني بات سيئا جدا داخل محافظة الحديدة، ناهيك عن الوضع الإنساني الوبائي، الوضع الإنساني أيضا نتيجة زيادة الجرحى والمصابين، نتيجة زيادة الجرحى والمصابين في أوساط المدنيين. كل هذا شكل عبء كبير جدا على جميع القطاع الصحي داخل محافظة الحديدة وهيئة مستشفى الثورة كذلك. انعدام كثير وغياب كثير من الأدوية المهمة جدا داخل السوق بسبب الحصار. الدولة غير قادرة على توفير كل تلك الأدوية. المنظمات التي تدعم دعمها لا يتجاوز 10 إلى 15 إلى 20%. يوجد فجوة كبيرة تصل إلى 80%. نحن غير قادرين على توفير تلك الأدوية. هذا إن وجدت، هناك كثير من الأدوية غير متواجدة داخل السوق، فإن وجدت فأسعارها أيضا غالية بسبب ارتفاع الأسعار. أكرر وأزيد أنه بالوضع الإنساني في محافظة الحديدة وضع استثنائي جدا. أرجو من الجميع أن تصل كلمتنا وأن يعي الناس ويعرف الوضع الإنساني داخل محافظة الحديدة، والذي يريد أن يتأكد هيئة مستشفى الثورة وجميع المستشفيات وجميع المراكز الصحية أمامه لينظر ويتأكد بأننا أمام وضع استثنائي. هناك مئات الآلاف، يعني مئات الآلاف من الأشخاص، النساء والأطفال والكبار والصغار، محجوزون في مكان لا يستطيعون الانتقال إلى المستشفيات ولا إلى المراكز، يموتون في منازلهم، يتم القصف، كثير من الأشخاص يدفنون تحت منازلهم، لا يوجد من يسعف، لا يوجد طريقة إخلاء، تمنع المنظمات من الدخول، تمنع وزارة الصحة من الدخول، وكل ذلك يعني يعتبر جرائم إنسانية ضد هؤلاء الذين حوالي 3 مليون نسمة. لدينا في مديرية الجراحي 170,000 نسمة، لدينا في مديرية بيت الفقيه 350,000 نسمة، لدينا في مديرية زبيد 80,000 نسمة تقريبا، لدينا في حيس 180,000 نسمة. هؤلاء طائرات الاستطلاع وطائرات القصف المباشر تضرب أي متحرك داخل هذه القرى النائية التي فيها أفقر الناس داخل اليمن، والذين هم يعيشون على الصيد ويعيشون على أشياء بسيطة، حاليا يقصفون ولا أحد يستطيع أن يغيثهم. دعينا وسائل الإعلام لكي تضع الناس أمام هذا الموقف، وإذا استطاعت وسائل الإعلام الوصول إلى تلك الأماكن، لأننا لم نستطع إدخال أي طاقم طبي إلى ذلك الأماكن، إلى حيس. حيس مجرد أن عاد الفريق الطبي تم ضرب المستشفى للمرة الثانية، فلا ندري إلى متى سيتمادى العدوان بهذا الشكل، وكيف يعني نضع المجتمع الدولي في أمام هذه المعضلة التي سيموت بسببها وبسببهم أكثر من 3,000 المواطنين. قبل أيام أعلنت الحديدة مدينة منكوبة، لكن نحن نقول إن اليمن كلها منطقة منكوبة نتيجة العدوان الغاشم على بلادنا، والحديدة أعلن عنها لأنها أكثر ضرراً من أي من المحافظات الأخرى. نحن أمام عدوان غاشم لا يميز ولا تجاوز كل الخطوط الحمراء، تجاوز كل القوانين، حتى الديانات السماوية ترفض ما يدور في اليمن من قبل العدوان الغاشم الذي لا ميز بين طفل ولا امرأة ولا رجل. ضرب كل المحرمات، المدارس، المشافي، سيارات الإسعاف، وهذا في كل الحروب لن يتم قصفها إلا في اليمن. العدوان الغاشم أثر كثيراً على نقص الأدوية ونقص التغذية، مما أدى إلى ظهور أمراض قد اقتضت عليها الزمن، قضى عليها الزمن من الثمانينات. لن يظهر مرض الدفتيريا
آخر مرة كان في 81، الآن ظهر الكوليرا بشكل غير عادي، والسعال الديك الآن، واحتمال يظهر شلل الأطفال نتيجة عدم التحصين بالشكل الجيد، ونتيجة لنقص التحصين أدى إلى ظهور هذه كل الأمراض. أمراض الفشل الكلوي منتشرة بشكل غير عادي، كل يوم تموت الناس داخل المشافي لنقص العلاجات هذه. أمراض السرطان كمان في نقص كبير في علاجات أمراض السرطان، وكذلك أمراض الأطفال، ونقص التغذية أدى إلى أمراض كبيرة في الأطفال. نحن الآن أمام عدو شرس وغاشم على بلادنا. نحن نناشد كل الأحرار في العالم ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة أن تضغط على العدوان من أجل وقف العدوان وفتح مطار صنعاء والجلوس إلى طاولة الحوار لحل هذه الإشكالية. لا يمكن أن تحل بالسلاح، ما في إلا حل سياسي لحل هذه الإشكالية، وشكراً.